انتوا قابلين انك بينكم. انا ودخيلي جيناك وقابلين بيك اخوي رم. وحنا قبلنا بس عجلنا بالسالفه. زين تكافلوا. كافل هي وده كفاله يا ولدي. يا ولدي هذه قضوه وكل قضوه ولا حكم وكل حكم وراه حق وكل حق وده كفيل اللي يحصله. فهمت؟ احنا كفيلنا على حقنا اصفوق بالرافع. وايش رايك يا ملوك؟ الراس والعين طال عمرك. وانا كفيلي انا ودخيلي بالحق اللي يطلع له من سالم ومزهر رماح الرواح. وايش رايك من النجامة؟ ما نقول بيه شيء. رماح منه وبينه ويقفل علينا. خلف الله عليك. وانا رزقت من المبطل ثلاث اشياء والكفيل عليهم صفوق ورميح. قيم يا المدعب وحشتين عد حشتك. يا قضينا يلي بالحق ترضينا جيتك هدي قدي وافلح من صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. تراك تلقاها بعيونك السود وربعك لقعود من بين عليك ومخفية علي وانت تذكر الله. لا يا القاضي وش عندك من الاثنين مزهر الروافعة او سالم الروافعة؟ جوني وانا خلاوي مع حلالي وبيتي وحيد وما حول الوالي. وزقيتهم من المال اشرب منه وعزمتهم على بيتي بعد وفكيت ارسان خيلهم لما طاحوا وربط. ومن الفراش اللي عندي فرشت لهم يا طويل العمر. ومن السمينة اللي بحلالي ذبحت لهم عقب ما كلوا وغسل وديهم. فكيت رسال خيلهم أول ما حطوا رجليهم بركات. ولما صاروا على سروجهن شتموني يا طويل العمر. مزر هذا يقول لي ألي عشكلك وبحالتك ما تقعد عنده حرمة. وسالم يقول لي أطيب ما عندك النار والنار الطيبة أحسن من معذب الرجل. خلصت حجتك؟ لا طال عمرك أعدلها لما تسمع منه. زين رحمة شانك. اقدم يا مزهر انت سالم. أنا كبير عن نفسي وعن سالم. زين عد حجتك. اطلعنا وسالم نروح اعطشنا وكان هذا رويعي مع حلاله. طلبنا المية عزمنا على بيته وزقانا من قربه ريحتها عفنه. وفتنا على بيت مثل بيت الصوينع حتى بيت الصوينع احسن منه. وقعدنا على فراش ما يليق للي مثلنا. وغسل على يدينا من قربه وقدم لنا الطعام بالقدر اللي طبخ بيه وقالنا كلو. وايش نقول؟ خلصت حجتك؟ لو يستحي على حاله مقرار القرى اللي وصفت لك اياه وكاد قصده يهيننا. ومدام طلب القضوة حنا ودنا حقنا منه وسلامت انت طولك. زين شربت عنده مية؟ ايه بالله شربنا مية ريحتها مثل ريحة الجلد. شربت قهوة؟ ايه قهوة بالاسم بالاسم وبس. كليتهم اللحمة الذبيحة؟ ما قلت لك قدم لنا الزاد بالقدر اللي طبخ فيه وكلينا من الجوع. قضب رسان خيلكم لما مشيتوا؟ اي وقف معنا. زين قم مشان عدل حجتك يا غافل. يا طويل العمر انا وحيد وخلاوي. امي اعتطت عمرها قبل كم شهر وقبلها كنت مدشر حرمتي حيث انها ما قبلت تعيش مع عمي. وانا طول يومي راعي مع حلال. وضيوف يا طويل العمر جوني على غفله. والمعون الموجود قدمت لهم بيه. والقهوه الموجوده قدمت لهم اياها. والجود طال عمرك من الموجود. والشاعر يا طويل العمر يقول الوال ما يكلي بعجل بصبه والرزق علي يقود السحاب. وسلامتك.
جاني على مجلسي غافل ولد صالح الفازع يشتكي على مزهر وسال مرة وافعة إنهم سبسبوه عقب مكرمهم الليل. وسمعت من مزهر كبير عن نفسه وعن سالم إن غافل أطعمهم من لحم الذبيحة وسقاهم قهوة ومية وقعدهم بظل بيته وقضب لسان خيلهم لمعت الاسروجهم. هيك السالفة ولا لا؟ لا بالله زودت ما نقصت القاضي. قلت لك يا القاضي إنه قدم لنا الزاد بالقدر اللي طبخ بيه. وأنا سمعتك من أول ما قلت. صلوا على النبي يا ربع. من عندي ومن عند العارفة قبلي اللي قمت الزاد وشربت الماء وافرة بالبرية عند الغانمين حيث إنهم يقدروا يجودوا بيها لمحتاجها. ومسافر البرية وجوه الخير ما يستغنى عن بيته يفوته يستظل بظله ويأكل من طعامه. ومثل ما قالوا الجود من الماجود وعلى قدر أهل العزم تلف العزاي. وإذا ما كل جوده قدم لقمة خبز لضيفه ينشتم عليها وهي قدرته ومقدرته. الناس اللي تقدر على القليل تبطل الكرم خوف من الشتم وقصره على الكثير اللي ما هو عندهن. ولها السبب والكلمة ذكرت. ايه ويا ساتر هذه صارت تعليله. ولها السبب والكلمة ذكرته احكم على مزهر الروافع بعير وثلاثين شاه يدفعهن الغافل. وعلى سالم الروافع بعير وثلاثين شاه ايضا يدفعهن الغافل. من كل عقلك يا القاضي. وحكمت على سالم الروافع يدفع 10 شياه لجل انه هان المجلس اللي هو قاعد بيه وقال هذه صارت تعليلة. وحكمت على مزهر الروافع يدفع 10 شياه لجل قولته هي من عقلك يا القاضي. يا ولدي هذا المجلس مو هو للتعليل. هذا مجلس يصير به قضايا اقلها الجرح واكبرها قطع رقبة وبياض العرض. قم يا الكفيل كم حصل حق مكفولة. يلا يا نشام حلالهم. حلالنا عاد عليش كفلتنا. امشي انطي مكفولة حقه